السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة أيها الأخوة الكرام. كنت عملت واحد الفيديو على كرة ذراتة أو الرشي أو المادة، وكنت طرقت لجميع الحالات اللي كنا نعملوا فيها الكرة ذراتة مع الخيط ديال النيلون بطبيعة الحال، الخيط الفينو باش ما يتقطع ليناش. كان عملوا واحد الرشي اللي كيحمي لنا الخيط الرئيسي اللي تيكون غالبا رقيق، قدر يكون 16 016 018 020 022 الى اخره حتى 030. هادو كاملين الخيوط اللي ما كيتحملوش التشحيطه مع البدونه ثقيله. كنعملوا لهم واحد لاراشي ولا واحد الماده ولا كره ذراتة. بطبيعه الحال تطرقت لبزاف ديال الحالات، ولكن النيلون مع لاراشي، الخيط الرئيسي ديال النيلون والخيط ديال لاراشي ديال النيلون. وكان طرح عليا واحد الاخ واحد السؤال، وماذا عن لاطريس؟ يعني واش خيط لاطريس يمكننا نعملو معاه كولا ديراتا؟ خيط لاطريس تنعملو معاه لاراشي بطبيعه الحال الا كان تا هو ما يتحملش التشحيطه ديال الدونه، كنعملو معاه لاراشي. انما ما كنعملوش معاه كولا ديراتا، غالبا ما كنستعملو خيط عادي. خيط عادي مثلا ولا كنا كنخافوا ان الخيط ديال لاطريس غادي يتقطع، عندنا واحد الخيط مثلا ديال 014 ولا 016 ولا 018 ملي كنشحطو به مباشرة كيتقطع. إذا تنعملو له واحد لاراشي، لاراشي أحسن كنعملو واحد الطرف ديال الخيط النيلو يكون فيه 15 المتر أو 12 المتر على حسب الطول ديال القصبة. كنا قبل على أن الطول ديال لاراشي كيمثل 3 مرات الطول ديال القصبة. إذا كان القصبة فيها 4 المتر و20 يقدر واحد 12 متر و13 متر كافية. إذا كان فيها 5 المتر ولا 15 المتر، الأساس هو أن داك لاراشي خاصو يدور لنا في الماكينة واحد جوج ثلاثة أربعة الدورات باش كيشبر راسو في الماكينة باش منين نشحطو ما يتقطعلناش الخيط. اللي هو معروف أن كرة ذراتة، كرة ذراتة كنعملوها مع خيط ديال النيلون، خيط النيلون دلفينو. ملي تيكون عندنا خيط ديال النيلون دلفينو كنعملو معاه كرة ذراتة باش يتحملنا التشحيطة. هذا هو اللي يتحمل الضغط، لأنه بحال دابا هنايا من 0.18 حتى 0.50 كتلقى واحد 3 المتر فيها من 0.18 توصل ل 0.50. هذه كتكون مربوطة مع الخيط الرئيسي. 0.50 تتكون في الباقية، هي اللي كتحمل الرمية اللي كتكون ديال دونا 120 130 140 ولا حتى 150. لاراشي اللي كنستعملو خيط ديال النيلون 0.35 النيلون أو 0.40 أو 0.45. على أي حال تنظن أنا 45 راه كافية، من 0.35 ل 0.45 واحد الخيط، واحد الطرف ديال الخيط من 12 متر حتى 15 متر كنلصقوه مع لاطريس بالطريقة العادية اللي كنلصقو بها كرة ذراتة، ولا كنعملو الطريقة اللي كنعملوها في سبينينغ. إلا كان الخيط ديال لاطريس كيتحمل الشحيطة منعملوش لاراشي طويل، نعملو لاراشي فيه 1.5 متر ولا 1.20 متر غير باش كيخفف لينا الصدمة على القصبة، لأن الخيط ديال لاطريس مكيتجبدش. المشكلة ديال الخيط لاطريس مكيتجبدش، هاي هذا خيط لاطريس. ملي كنشحطو بيه غالبا ما كنأثرو على الخرصة الفوقانية ديال الراس، وكاين اللي بعض المرات كتهرس الا ما كانش صحيحه، لان الدقه كتجي مباشره في الخرصه ديال الراس. هذا الخيط النيلون ما فيهش هذه المشكله لانه قابل للتمدد، كيخفف الدقه على الراس ديال القصب. علاش ما نقدروش نستعملو كولا ديال الراطه؟ كولا ديال الراطه بحال اللي كنعرفو على انها لاحظتو، هي هذه مثلا من 18 حتى 50، يعني تتبدا الرقيق ديالها تيكون 0.18 والغليظ ديالها 0.50. ولكن تنشوفو حنا لا ريزيستونس، لا ريزيستونس الجهه ديال 18 هنا عاملين 2.20 كيلو، وعاملين ديال 50 12 كيلو. اذا حنا غنديو على القوه الصغيره ديال 2 كيلو و200 غرام. الا بغينا نستعملو لاطريس ديال 18، الخيط ديال 18 راه تيتحمل واحد الوزن على الاقل ديال 10 كيلو. اذا الا درناه مع 2 كيلو و200 غادي يكون في ديك النقطه بالضبط ضعيف، ما غايكونش نفس القوه، دائما غادي يتقطع لنا من ديك البلاصه بالضبط، لان الخيط لاطريس يكون اقوى بكثير من الخيط ديال النيلون.
لهذا مفروض علينا اننا نقلبوا على خيط اللي هو اقوى منه. الخيط هذا مثلا ديال 16 القوه ديالو هي 10 الكيلو، كره دراطه ديال النيلون اللي القوه ديالها مثلا 0.16 يلاه غادي تكون ديك 2 كيلو ولا 3 كيلو، ما غاديش يكونوا نفس القوه، ودائما الكره دراطه كتقطع لينا. من الاحسن نعملوا معها لا رشي ديال خيط عادي 35 ولا ديال 40 ولا حتى 45، لان ما نقدروش نستعملوا كره دراطه رقيقه بزاف. اللهم الا كان عندنا شي كره دراطه اللي تفوت ديك 28 صفر 28 تقدر توصل ديك 7 كيلو 8 كيلو، تكون قريبه من هذه القوه هذه ديال لاتريس. كاين واحد القضيه اخرى، هو ان لاتريس الفينو ديالها راه ما تيكونش قوي بحال الفينو ديال النيلو. مثلا هذا ها هو عندنا واحد هنا واحد لاتريس ديال 0.12 وعندها ال بي ديالها 15، يعني تقريبا 7 كيلو. 7 كيلو هي ليكيفالون ديال الخيط ديال 24، الخيط ديال 25 دنيلو، الخيط 24 25 26 دنيلو غيكون احسن من هذا ديال 12 اللي ربما عنده نفس القوه ولا حتى اكثر. لماذا؟ لان راهنا ملي كنكونوا مشحطين بالنيلو واحد 100 المترو ولا 100 المترو الفوق، راه هذاك الخيط كيكون كيتجبد، هو كيامورتي لنا الجران ديال الحوت او لا الجران ديال الدونه باش ما كيتقطعش، لان الخيط ديالو كيقدر يمتد تيفوت 20% ديال الطول ديالو قبل ما يتقطع. هذا لا، هذا الفينو ديالو الا قصحتي معاه تيتقطع. اذا الا بغينا نديرو الفينو مثلا هذا نردو من هذه القضيه، راه ما كيتجبد شيء ومزيان، تتبان فيه الضربات، تحس بالحوته جايه، تتحس كاع التحركات ديال الاسماك، ما كاين مشكله فيه. هو انه كل ما كان رقيق بزاف كل ما كيكون ضعيف، واخا يكون عنده نفس القوه ديال النيلون، ولكن النيلون عنده لافونتاج انه كيتحمل الجران ديال الحوته اكثر من هذا، لانه كيتجبد الحوته كتجر هو كيتجبد معها، كترخف كيترخف معها. هذا لا، هذا ما كيتجبدش، هذا كل ما كثر عليه الضغط كيأثر عليه وكيتقطع. كاين واحد العامل اخر، هو ان لاتريس راه ما كاينش قوه وحده، ما كيتشابهوش نهائيا. كاين لاتريس رخيص كتلقاه تيتباع ب 100 درهم 300 المترو، وكاين اللي كيتباع ب 200 درهم، وكاين اللي كيتباع ب 300، وكاين اللي كيتباع ب 500، وكاين اللي كيتباع حتى ب 1000 درهم ديال 300 المترو. والسبب هو ان راه القوه ديالو ما كتشابهش نهائيا. الا غادي نديرو مثلا واحد لاتريس اللي هو رقيق، من الاحسن يكون دو بون كاليتي، وانا كنفضل مثلا بحال دابا هذا، بحال دابا هما راه مكاينش غير هذا، كاين مثلا مانديرش الاشهار لهذا، ولكن هذا انا اللي تنهضر عليه لانه مجرب هذا ديال كريستال وايت بلاش ديال بيركلي. هذا مثلا هذا الخيط ديال 14 فيه 18 كيلو ديال لا ريزيستون، هذا تتشحط به الدونه ديال 150 غرام مباشره وما تيتقطعش ديال 14. في حين الا جبنا مثلا هذا اللي هو 16 ديال الدايوا، هذا 16 يعني غلط من هذا، واخا نورمالمون خصو يكون صح منه. هذا ال بي ديالو 20، 10 الكيلو ديال القوه بخلاف هذا عنده 18 كيلو زياده ديال القوه، وهذا رق منه. هذا بالرغم من هذه القوه ديال 20 الا شحطتي به الدونه ديال 120 ولا 130 تيتقطع. هذه ماركه وهذه ماركه، هذه لاتريس وهذه لاتريس، هذه 0.16 وهذه 0.14 وهذه اقوى منها، وهذا ديال 0.30 هذا تقدر تشحط به ديريكت ما كيتقطعش. علاش ما كيتقطعش؟ لانه 0.30 راه عنده واحد القوه كبيره خارقه، ماشي بحال واحد هنا عاملين 50 ال بي يعني 25 كيلو. يعني هذا بالرغم من انه ماشي ماركه جيده والثمن ديالو رخيص، ولكن فين كاين القوه ديالو؟ هو في الغلظ. اذا كل ما كان لاتريس من النوع الرديء كل ما خدينا السمك يكون اعلى، والا خاصنا ناخذ الخيط اذا كان من السمك الرقيق ناخذ العيار ناخذ الانواع الجيده. بحال دابا هذا مثلا هو تا هو بيركلي كريستال 0.10، هذا 0.10 هذا يمكننا نستعملوه كفينو،
فكير ديجا فيه 14 كيلو، هذا تا هو تقدر تشحط به 120 130 140 غرام بدون اي مشاكل. هذا صحيح تا هو قوي ورقيق. كاين تا قضية السمك، راه بعض المرات تا هي نسبية، لان السمك ما كتكون ما تلقاش مضبوط. مثلا السمك 14 ديال هذا ماشي هو 14 ديال هذا ماشي هو 14 ديال الاخر، يعني كتلقى السمك ديالهم مغير بزاف، وخصوصا ما عندهم حتى علاقة مع السمك ديال النيلو. كتلقى النيلو السمك ديالو مضغوط رقيق 0.14، راه 0.14 0.14 ديال هذا ما عنده علاقة مع 0.14 ديال النيلو. فهمت؟ تلقى الدو ضرب حساب الدو، علاش؟ لأنه مكون من 8 الخيوط، وكيعبروه وهو السمك ديالو كيعبروه وهو مضغوط، يعني السمك ما عنده علاقة مع السمك الحقيقي. دائما الطريس من الاحسن نعبروها بالقوه ديالو، يعني بالال بي. يعني ال بي هو الوزن اللي كيساوي تقريبا واحد ال بي كيساوي ما كاملاش نص كيلو. دم باختصار شديد مع الاطريس، من الاحسن اذا كانت ما كتحملش الثقال من الاحسن نستعملوا لاراشي ماشي كولا دي راتا. لاراشي هو خيط عادي ديال النيلو 0.35 0.40 او 0.45 على حسب الجوده ديال النيلو نتا هو. بحال دابا هذا عنده 20 ال بي، يعني تقريبا 10 الكيلو ديال الريزيستونس. واش نقدروا نلقاو كولا دي راتا اللي تتبدا من 10 الكيلو وتطلع حتى ل 50 او 60؟ يعني هذه ما عمري انا شفتها، ولكن ربما يقدر يكون. يعني الا لقينا لاراشي، لقينا كرة ديال الراطا اللي كتبدا من ديامتر ديال 0.30 وتطلع لفوق، هذه تقدر تجي مع هذا. ولكن الا ما لقيناها شيء، انا على حد علمي كاع كرة ديال الراطا اللي تلقاها تقريبا كتوصل 0.26 0.26 ما تصلحش بزاف مع هذا. 0.26 الوزن ديالها تيكون تقريبا ديك 5-6 الكيلو، يعني من الصعب ان نزوجوها مع هذا النوع ديال الخيط اللي هو تيفوت 10 الكيلو ديال لا ريزيستونس. اذا بحال دابا هذا نقدروا نستعملوا مع خيط عادي، خيط عادي ديال 0.35 او لا 0.40 او 0.45. العقدات راهم كاينين موجودين، اما نعملوا العقدات ديال كولا ديال الراطا العاديه اللي تنديروها دائما، او لا نعملوا الطريقه العقده اللي كيعملوها اصحاب سبينينغ. راه كاين سبينينغ تيديروا واحد الطرف ديال الفليورو كربون مع لاطريس، واحد الفليو الطرف ديال الفليورو كربون مترو مترو ونص مترو 20 مترو 30 تيربطوه مع. راه كاين بزاف ديال الفيديوهات عند الاخوان اللي كيعملوا تيوريو كيفاش تربطوا. انا راه ديجا عملتها في فيديوهات سابقه كيفاش تربط كولا ديال الراطا، او لا كيفاش تربط لاراشي ديال الفليورو كربون مع الخيط ديال لاطريس. الا ما كناش نعرفوا نعملوا الطريقه العاديه اللي عملت انا ديجا في داك الفيديو، اللي غنخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف باش تشوفوه. على خاص بالماده او لاراشي او كولا ديال راطا، هو اللي كان موضوع السؤال ديال الاخ اللي طرح عليا السؤال. نتمنى على ربي نكون قد جاوبت على السؤال. تحية طيبة وإلى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.